أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة في سلسلة 5 دقائق أداء على الماشي. موضوع الحلقة إزاي نستخدم تقنية المعلومات والاتصالات Information and Communication Technology ICT علشان نقيس مؤشرات الأداء. هنطبق على مؤشر رضا المستفيدين. مؤشر رضا المستفيدين عادة ما بيظهر في معظم لوحات مؤشرات قياس الأداء، وبيظهر دائما في البالانس سكور كارد زي ما احنا عارفين في الكاستمر بيرسبكتيف. دائرة او دورة التخطيط الاستراتيجي وادارة الاداء، موضوع القياس الفعلي لمؤشرات قياس الاداء بيجي في المرحلة رقم 6، وعادة هذه المرحلة بتكون فيها تحديات كبيرة نظرا لصعوبة تجميع البيانات بدقة عالية وبتكلفة قليلة وبسرعة المطلوبة لمراجعة المؤشرات. المراحل التقليدية لقياس مؤشرات رضا المستفيدين هي أن الإدارة العليا تعمل عقد مع أحد شركات بحوث التسويق لقياس قيم المؤشر، وبيعطوهم قاعدة بيانات العملاء. شركة بحوث التسويق تختار من البوبوليشن أو إجمالي المتعاملين في مجتمع المتعاملين عينة تكون ممثلة representative sample لهذا المجتمع. يبدأ بعد كده موضوع تجميع آراء العملاء عن طريق الاتصالات التلفونية أو عن طريق الإيميل أو عن طريق المقابلات واستكمال نماذج استقصاءات. البيانات دي بعد كده بتدخل إلى الحاسب الآلي، مرحلة الديتا انتري اللي ممكن تاخد وقت كبير ويحصل فيها أخطاء كثيرة. بعد كده ما تدخل البيانات بنقوم بتحليل البيانات، نعمل ديتا اناليتكس وديتا فيجواليزيشنز، تحليل البيانات وعرض البيانات. بعد كده بنطلع تقرير، مثلا العملية دي ممكن تتم كل سنة أو نص سنة أو ربع سنة. هذا التقرير يرسل مرة أخرى للإدارة العليا اللي قامت بالتعاقد مع شركة بحوث التسويق. حاليا بدأنا نشوف أساليب تقنية حديثة عن طريق الكيوسك أو محطات استطلاع رضا العملاء موجودة في مواقع تقديم الخدمة نفسها. بنجدها موجودة في الفنادق، نجدها في المستشفيات، نجدها حتى في السوبر ماركتس أو حتى في صالة اللياقة والفيتنس سنتر. في تبني مثل هذه التقنيات يحتاج هاردوير وسوفتوير. بالنسبة للهاردوير أو الأجهزة، في بدائل كثيرة جدا منها موجودة على الإنترنت. أيضا البرمجيات الموجودة فيها عدد من البرمجيات تختلف في مستواها ودقتها، في سرعتها وتكلفتها، وهي متاحة ممكن البحث عنها. التقارير اللي بتطلع عادة بتبقى تقارير آنية، ليس لا نحتاج ان احنا نستنى كل ربع سنة او نص سنة، ولكن تقارير ممكن تصدر في اي دورية احنا عايزينها. ويمكن من اشهر هذه التقارير هو ما يطلق عليه النت بروموترز سكور. النت بروموترز سكورز هو عبارة عن الديتراكتورز اللي هم الناس الذين لا يوصوا باستخدام هذه الخدمة لأنهم كانوا مستائين جدا منها، والبروموترز اللي هم الناس اللي بيحبوا الخدمة ومستعدين إن هم يوصوا زملائهم باستخدام هذه الخدمة. لما نشيل نسبة البروموترز من نسبة الديتراكتورز يعطينا الصافي عدد العملاء اللي ممكن يوصي باستخدام هذه الخدمة. ممكن هذه الرسومات تطلع في شكل يبين كل يوم من أيام الشهر مثلا، بحيث أنه يبان الديتراكتورز هنا ويبان الباسف اللي هم الناس الأمر سواء بالنسبة لهم، والناس البروموترز اللي مستعدين يروجوا الخدمة بتاعتنا. ده بيبين نسبة اللي جاوب في كل فئة، لكن ده بيقيس لنا السكور اللي هو الخط اللي النت بروموتر سكور اللي هو عبارة عن نسبة اللي بالأحمر ناقص نسبة اللي بالأخضر. لو استخدمنا مثل هذه التطبيقات، ايه المزايا اللي احنا ممكن نحققها؟ واقع الامر ممكن نحقق مزايا كتيرة جدا. يمكن اكبر ميزة هي السرعة، مش محتاجين ان احنا نتعاقد ونجمع عينة ويمر وقت طويل حتى نصل الى التقرير. في واقع الامر ممكن نطلع تقرير كل دقيقة او كل يعني وقت احنا عايزينه. تاني حاجة موضوع الالرت، احنا لو حصل مشكلة في الاسلوب التقليدي مش هنعرف عنها الا بعد وقت اصدار التقرير، و
ولكن هنا ممكن بمجرد ما العميل يضغط على إنه غير راضي يظهر على طول في المركز الرئيسي للشركة الموقع اللي حصل فيه العملاء اللي غير راضيين على مستوى الخدمة، ويمكن اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية. الموضوع الثاني الشفافية، واضح إن هيبقى فيه تحديد للمسؤولية. عدم رضا العملاء عن خدمة في مكان معين بيحدد على طول مين هذا المسؤول، وكل الناس بتعرف. ومع تثبيت هذه التقنيات يصبح إدارة الأداء جزء من العمل وثقافة العمل، ولا يتبع بالضرورة دورية ربع سنة، ولكن يبقى جزء يومي من ثقافة العمل في المنظمة. أيضا بالتأكيد تكلفة استخدام هذه الكيوسكس هيكون أقل بكتير جدا من تجنيد جيش من الباحثين اللي ينزلوا يقابلوا العملاء. الميزة التانية الدقة، مفيش موضوع تجميع بيانات يدويا وإعادة إدخالها داتا انتري بصورة يدوية، فيكون أكثر دقة بالتأكيد. تاني حاجة وده مهم جدا، وجود هذه المحطات في أماكن تقديم الخدمة بيعطي رسالة للعملاء إن صوتك سوف يصل إلى الإدارة العليا، وإن صوتك يهمنا، وإن صوتك سيصل إلينا، وده بيخلق درجة كبيرة من الثقة. الحاجة التانية إغلاق الدائرة، الأسلوب التقليدي لجمع المعلومات من العملاء ده بيسموه one way في اتجاه واحد، احنا بناخد منهم معلومات لكن هم مش عارفين احنا عملنا ايه بالمعلومات دي، ولا ايه الآثار اللي ترتبت على إبداء آرائه. في هذه الحالة استخدام التقنية احنا ممكن نرجع للشخص اللي كان مستاء لو احنا نعرف عنوانه أو إيميله، ونخبره بإيه الإجراء اللي تم اتخاذه تجاه الرأي اللي هو أبداه. آخر حاجة الجودة، لما إحنا يوصل لنا تنبيه باستمرار ونبقى عارفين مين المسؤول، ده هيترتب عليه التصحيح المباشر لأي أخطاء في الأداء وفي جودة الأداء، مما يترتب عليه الحفاظ دائما على مستوى عالي من جودة الخدمات التي نقدمها للمستفيدين. إحنا بنجد أمثلة كثيرة منذ فترة من هذه التقنيات، مثلا مطار الملك خالد الدولي في كل نقطة خدمة، يعني التاتش بوينتس عند الوصول، عند استلام الحقائب، عند أكرمكم الله استخدام الحمامات، عند الانتهاء من إجراءات الجوازات، موجود نقاط لجمع معلومات آنية عن مستوى خدمة العملاء. مثال تاني وده كان يعني فعلا مثال قوي جدا، الخطوط السعودية كانت طبعا هي عندها بيانات عن كل الرحلات امتى قامت وامتى نزلت من إدارة العمليات اللي فيها، أيضا عندها معلومات من إدارة الحجوزات مين اللي راكب الطيارة، وعندهم أرقام تليفونات اللي راكبين الطيارة. فبمجرد ما تصل الطائرة يحصل هبوط للطائرة في محطة الوصول والناس تفتح الجوالات بتاعتها، تأتي رسالة ضيفنا العزيز رأيك يهمك على المسج من الخطوط الجوية السعودية. إذا فتحت المسج تجد Dear Guest هنا مكتوب ضيفنا العزيز رأيك يهمك. هذه الرسالة اللي وصلت الساعة 44 دقيقة AM، وصلت الرسالة دي 44 دقيقة. إذا ضغطت على الرابط الموجود يظهر استمارة استقصاء بسيطة فيها عدد بسيط جدا من الأسئلة، 1 2 3 4 5 6 أسئلة closed questions، أسئلة مغلقة، مع إتاحة الفرصة لإعطاء تعليقات في open question في سؤال مفتوح. السؤال الأول سؤال شامل، ما مدى رضاكم عن الخدمة؟ ثم تأتي عدد من الأسئلة لعناصر فرعية من عناصر الخدمة، المظهر العام لملاح المكسورة، تفاعل ملاح المكسورة، الاستجابة والأسلوب والمساعدة، كرم ضيافة ملاح المكسورة، جودة الطعام المقدم، ونظام الترفيه على الطائرة. بالتأكيد الخطوط الجوية السعودية استطاعت من خلال هذا التطبيق أن بسرعة تنبه العميل في الوقت المناسب، ولا تنتظر بعد مرور شهر أو أسبوع أو أسبوعين عشان يتصل واحد يقول له أنا بكلمك بخصوص الرحلة اللي أنت سافرت فيها في تاريخ كذا. الاليرت يأتي فوراً، الاستجابة استجابة بسيطة، الموبايل فونز مستخدمة بكثرة، حتى معظم البوردينج باسس دلوقتي أصبحت على الموبايل فون، وطريقة الإجابة أصبحت طريقة سريعة جدا، وده بالتأكيد يحقق كل المنافع اللي احنا ذكرناها قبل كده.
ده الآن يتركنا مع السؤال الأخير، وهو إيه هي المجالات الأخرى في مجال عملنا اللي يمكن أن نستخدم فيها تقنية المعلومات والاتصالات علشان نقيس مؤشرات قياس الأداء ونحقق المنافع الكتيرة اللي احنا ذكرناها أثناء العرض؟ بكده ينتهي هذا العرض، والجزء اللي احنا عرضناه له علاقة بموديول رقم 6 المتعلق بآليات تجميع بيانات قياس مؤشرات الأداء. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.